لازم تدوقي هي. ايه دوقيني. بدي انتقم منها. هيك بتبعت لي فيديو لتبارك لي بدل ما تجي؟ إذا مشان صحتها ما في مشكلة. شو كان رح يصير؟ كنا الصبح رجعناها. بالحقيقة أنا بس كنت بدي إلكم شغلة. خير شوفي. كنت بدي إلكن منيح إنه قررتوا تعملوا العرس بعيد. إيه فعلاً. حكولنا كيف كان العرس؟ كان بجنن. كل الناس كانوا فرحانين ومتحمسين. ريحان، قليلي كيف عملتي شعرك بعدين؟ بالصورة كان مبين شعرك كتير حلو. أنا كنت عملته هون بالبيت قبل ما أطلع أصلاً، بس بصراحة انتزع شوي. هن ساعدوها وجابوا لها وحدة تعمل لها شعرها. عن جد ما قصروا معنا أبداً، عملوا يلي عليهم. عملوا كل جهدهم ليحتفلوا فينا، ما قصروا بشي. كل شي كان حلو مثل ما بدنا. انتو بتعرفوا عم فكر انه خلي كمال ونارين كمان يعملوا هيك عرس؟ هلأ كمال مو كتير بيحب المناسبات، بس منقنعه بشي طريقة. يلا قوم شغل لنا شي غنية، خلينا نحرك الجو شوي. تحرك يلا. يلا بحياتكم شفتوا عرس واحتفال بدون رقص وموسيقى؟ يلا على الرقص كلكم يلا. لا فخرية لا تخليه يقومني، بترجعكي. ما عم تستوعب. يلا قومها.
منرقص مع بعض. أنا مشانك شايفتك عم تطلع عليهم وجاي على بالك. الله يسامحك، ما رح أقوم إذا بدك تتمسخري. إيه يلا يلا. قوم مرتك. يلا سفار قوم نرقص يلا. مو حلوة دخشان، خلصنا. يلا كلنا عم يرقصوا، يلا خلصني. الله يخليك. يعني شو بده يصير إذا رقصتني؟ نيجار؟ ما شفت الست جاهدة؟ كل الوقت عم تزورنا، مو ناقصنا نعلق معها. جاهدة ما عاد إلها كلمة، صارت رجل كرسي بهذا البيت، ما دخلها. ريحان ست البيت. حتى السيد كمال صاير ورقص مع مرته، بالعادة ما بيقبل، إلا أنت ما قبلت تسايرني وتجبر بخاطري. زبطت حالي على الفاضي، رقصة ما قبلت ترقصني. كل يلي برا محتفلين. بس انت اللي ما بتعرف تجبر بخاطري وتفرحني. حبيبتي سكوت سفر. هذا العرس مميز. كيف؟ بالعادة بيكون في عروس واحدة بكل عرس. شو اللي عم بيصير؟ على الأغلب هذا تأثير حبنا، شكلنا عم نعدي اللي حوالينا. هلأ شو بدك بالعالم؟ اهتمي فيني أنا وبس، ما بدنا نفكر غير بحالنا. هاي الليلة ليلتنا.